عبد الله، عاوزني اطبخ لك حاجه غير الكوسه؟ توحتي، انا شفت نفسي متوحش بالصاله، قلت اجي اتسلى وياكي. طب ما تقعد بره في الصاله احسن، تقعد على الكنبه تتفرج على المسلسل، تفتح كده المكيف، ده حتى الجو هنا يعني خانقه وحر. حر؟ انا اللي حران يا توحه، بس الجو هين منعش. ما تجيب من الاخر كده يا شيخ عبد الله، عشان يعني تريح وتستريح. احسن كلمه قلتيها يا توحه، جيبي انت من الاخر. من الاخر اللي في دماغك ده مش هيحصل ابدا. وان كنت فاكر انك انت مشيت مراتك وابنك وكابور عشان تستفرب بيا، مش هيحصل. وسيبني في حالي بقى، خليني اطبخ ولا اسيب لك البيت وامشي؟ لا لا، تمشيني تروحين فين وتسيبيني لحالي يا توحه؟ ماله حالك يا اخويا، ماله حالك، حالك احسن من حالي. ما تسيبني في حالي بقى، كفايه الغلب اللي انا فيه. غلب؟ ليش غلب يا توحه؟ ليش غلب؟ توحتي، اني بير ماله قرار، فضفضيلي، قولي اللي نفسك بيه يا توحه وانا اسمعك. توحتي، اني ربنا بعدني مشان احقق لك احلامك. تبين فلوس انطيكي، تبين ذهب اجيب لك، امريني بس يا توحتي. لا تامرني ولا امرك، خد بعضك واطلع اقعد بره، بدل ما اسيب لك البيت وامشي. خلاص خلاص خلاص، ما تتعصبين، اهدي اهدي. ما تنسينا الكوسة، أريد أكل كوسة. الكوسة في دماغك.